بالنسبة للإنفراكاري كومبارتمنت، هنا يذكر أن الأورغانز الموجودة أو السبيس الموجودة بالإنفراكاري كومبارتمنت. أول شيء ذاكر الباراكولي جترز. إذا ما تعرفون شو الباراكولي جترز، فهي هاي الصورة هنا، هاي توضح لنا إياها، أنه أكو على الجوانب، على جانبي الأسندنج والديسندنج كولون، أكو سبيس، سبيس صاير بين الكولون وبين الأبدومينال وول. شو يسموها؟ يسموها باراكولي جتر، جهة الرايت وجهة الليفت. هنا هاي مأشرة حتى بالسهم أحمر، أنا راح أأشرها هسه بالجهة الأحمر. هنا هذا السبيس. طيب الرايت باراكولي جتر الكوميونيكيشن مالتها منين جاي؟ منو اللي هنا قلنا أكو سبيس جوا الليفر؟ شو سمي؟ سب هيباتيك سبيس. سب هيباتيك سبيس يصير كوميونيكيشن ويا الرايت باراكولي جتر، والليفت باراكولي جتر يعني كوميونيكيشن مالتها with left abdominal wall. ولكن هنا الليفت باراكولي جتر بيها فت خاصية، انه يصير بيها شنو؟ يصير بيها limitation. limitation يعني تتوقف. من اللي يوقفها؟ اللي يوقفها هو ligament. شو يسموه؟ يسموه فرينكوكوليك ليجامنت. فرينكوكوليك ليجامنت هنا نفذ ليجامنت ثخين يسوي ستوب او ليميتيشن انما للليفت باراكوليك جتر، يعني يسوي ليميتيشن لهاي الحدود او هاي المسافه. شنو الاورجانز اللي ما ذكرناها بالسوبرا كوليك كومبارتمنت؟ السيجمويد، الترانسفيرس، الاسندنج ديسندنج، الريكتوم، السمول انتستين، الميزنتري كله اللي حكينا عليه، مثلا شو اسمه الميزنتري مالت السمول انتستين ايضا يعتبر من الانفراكوليك كومبارتمنت. هنا هاي صورة الاورغانز كلها، شايين هنا رافعين البريتونيوم على مود نشوف الاورغانز، لانه هو البريتونيوم ينزل يجي مثل البردة مثل الغشاء ويغطي ال شو اسمه الأورغانز. هنا هم دي يحكي، وهاي مهمة أعتقد، هاي أعتقد مهمة يعني ممكن تجي بالأمسكيو، إنه from the dorsal mesentery. من يعطينا ال شنو اللي يعطينا يا الدورسال مزنتري؟ الدورسال مزنتري مثلا يعطينا اللينو رينال ليجامنت، اللينو رينال ليجامنت اللي هو صاير ما بين السبلين وبين الكدني. هسه اشوفكم يا الصورة، ويعطينا شنو؟ يعطينا جاسترو سبلينيك ليجامنت اللي هو صاير من اسمه جاسترو، من بين الستومك وبين السبلين. طيب والفنترال مزنتري شنو يعطينا؟ يعطينا ليزر اومنتوم اللي هو صاير ما بين الستومك والليفر، ويعطينا ايضا الفالسيفون ليجامنت اللي هو صاير ما بين انتيرير ابدومينال وول والليفر. هذني مهمات. خلي اشوفكم صورة اللينو رينال ليجامنت، هذا صورة كلها صغيرة. هنا اللينو رينال ليجامنت هذا اللي هو الليجامنت الصاير ما بين الرينال والسبلين. ايضا هنا موضح الجاسترو سبلينيك ليجامنت هذا، اسوي باللون الاخضر. هنا هذا اللي صاير ما بين السبلين والاستومك، هذني جايات من الدورسال ميزنتري. هاي الصورة مرجعنا مغطينا الأورغان بالبيرتونيوم. طيب هنا حاشي على الأورغان بصورة عامة، الإسوفيغاس. الإسوفيغاس يعني طوله وش اسمه، يعني 25 سنتيم هو طوله كله، 23 من عندهم بالثوراسك و2 سنتيم بالأبدومن. بعدين يجي يدخل الاستومك عن طريق الجاسترو اسفيجال سفينكتر. جاسترو اسفيجال سفينكتر يعني هي العاصرة اللي موجودة ما بين الجاستريك، بين الاستومك وبين الاسفيجس. شلون راح يدخل الاستومك؟ عن طريق الدايفرام، يجي يخترق الدايفرام، يسموها هياتس. الهياتس اللي هي عبارة عن opening، هاي الopening يعني من خلالها يدخل الاسوفيغس، يدخل الاستومك. جدا 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 مهمة
الليفل، الليفل هاي ما اللي هو وين يدخل الاسفيجس بالجسمه بالستومك، عد يا ليفل عد ال 10th ثوراسك فيرتيبرا، 10th ثوراسك فيرتيبرا ممكن يغير بها ويكتب غير رقم جدا مهم. هاي العشرة ليفل العشرة، هو كاتب 9 أو 10 فهي الأغلبية هي العشرة يقولون. زين الإسفاجاس من راح يجي يتصل بالستومك أديا جزء من الستومك بجزء الكاردياك ريجين. هسا راح ناخذ الستومك أجزاءها بها 4 أجزاء، الجزء الكاردياك يسموه كاردياك ريجين بالستومك، هو هذا الجزء اللي يتصل الستومك بال شو اسمه يعني الإسفاجاس يتصل بالستومك. بلس سبلاي هو باي ذا ليفت جاستريك ارتري. ليفت جاستريك ارتري هذا يطلع من السيليك ارتري من السيليك ترانك ويروح يغذينا الإسفاجاس. الدرينج عن طريق ايضا الليفت جاستريك فين، نفس الشيء بس عكسوها. النيرف سبلاي باعتباره يعني هو شو اسمه فيزرال اورجان. زين فالنيرفيشن مالته هو اوتونوميك سمباثاتيك بارا سمباثاتيك. سمباثاتيك هو السبلانيك والبارا سمباثاتيك هو الفيغس. الفيغس شوفوا الفيغس هو العصب العاشر، عصب العاشر الفيغس يغذي تقريبا كل الاورجان، خلينا نقول كل الاورجان موجوده بالابدومن الفيغس كله يغذيها، اللي هو نفس العصب العاشر اللي هو نفسه بارا سمباثاتيك. هنا راجع وذاكر انه الاسوفيغس انتر اندي ابدومن يسوي الاسوفيغس اوبنينج اللي هو نفس الاسوفيغس اوبنينج اللي هي تصمات الدايفرام. اتيا ليفل 10 ثوراسك فيرتيبرا. طيب انتيريور لي شنو موجود قدامه الاسوفيغس؟ اللي موجود قدامه هو الليفت لوب اوف ذا ليفر. لو نفكر بها منطقيا وين شنو اللي شيء اللي قاعد قدام الاسوفيغس؟ هو الليفت لوب، ليفت لوب اوف ذا ليفر. بوستيريورلي ليفت كراس اوف ذا دايفرام، لان هو يجي يعني مثل يسوي شو اسمه يخترق الدايفرام، فالدايفرام يصير لي ورا، فالكراس ما تبدأي فهم يصير posterior to the esophagus. هنا هم موضح بهاي الصورة، هنا هاي الجسم الهيتس. الستومك، الستومك هو عبارة عن موبايل يعني متحركة جي شيب ماسكولار ديستندبل. احنا نسمي الستومك تشيز، تشيز شو تجيب ونعبي، يعني هو صدق هي ستومك تشيز موبايل ديستندبل وبالاضافه الى انترا بيريتونيال اورجان. هاي مهمه لان ستومك هي عباره عن انترا بيريتونيال اورجان. زين بيها تو سفنكتر اللي هي الجاسترو اسفيجال سفنكتر تكون لفوق والبايلوريك سفنكتر اللي هي موجودة للأسفل. هسه راح نشوفها بالصورة. قلنا هسه قبل شوي انه الاستومك مقسمة الى 4 أقسام او 4 parts اللي هي الكارديا اول شي بالبداية، الفوندس، البودي والبايلوريس. هنشوف هاي الصورة. لا مو هون، ما قدرت احفظها. زين خلي انا اقسم هذا الجزء سموه كارديا. زين هذا الجزء اللي فوق هذا كله سموه فوندس. هلا غير اللون. هذا الجزء كله الباقي الكبير يسموه بودي، وهذا هنا يسموه بايلوريس. بايلوريس أو بايلوريس انترمرات نشوفها بهاي الصورة هم، بس ما واضحة كلش. هنا الأزرق اللي هو الفوندس بالبداية، الكاردياك ريجين مأشر عليها هنا صايرة تقريبا مدخل الإسفيغس. البودي هذا الجزء الكبير اللي لونه وردي،
لونه وردي فاتح اللي ورا اللونه وردي طوخ يسموه بايلوريك انترا، وراها يجي البايلوراس. مرات هي البايلوراس كلها يعني لو يسموها كلها بايلوراس لو يقسموها الى بايلوريك انترا وبايلوراس، المهم هي كلها بايلوريك. بايلوريك هاي تمام. بالنسبة للستومك،